ودلوقتي جمعنا مع اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان النهارده في ماتشات كتير مهمه في ذهاب دور الثمانيه من بطوله الكونفدراليه الافريقيه، والجوله الاثنين وثلاثين من الدوري الانجليزي، والجوله الثلاثين من الدوري الاسباني. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهتطلق وزارة الأوقاف بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم مسابقة الروضة النبوية، واللي بتهدف لشرح عدد من الأحاديث النبوية بشكل موجز لبيان ما يستفاد منها، باعتبار أن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله عز وجل. النهاردة العشاء الكرة الأفريقية موعدهم مع أربع مباريات قوية في إطار لقاءات ذهاب دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، من أهمها مباراة بيراميدز مع مارامو جالانتس الجنوب إفريقي الساعة 6 بالليل. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 32 من عمر المسابقة، هيلتقي نيوكاسل يونايتد مع توتنهام الساعة 3 العصر، وفي نفس التوقيت هيلتقي بورنموث مع ويست هام. لعشاء الدوري الأسباني موعدهم النهاردة مع أربع مباريات قوية في إطار الجولة 30 من عمر المسابقة، هيلتقي إلتشيا مع فالنسيا الساعة 2 الظهر، والساعة 4 وربع هيلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد، و6 ونص بالليل هيلتقي ريال مايوركا مع خيتافي، والساعة 9 بالليل هيلتقي إشبيلية مع فياريال.